القصة باختصار ان يوم 23 اكتوبر اللي فات وتحديدا الساعة 2 الظهر كان الاستاذ حسام بريكة وهو من مواليد المطرية بالمناسبة لاب فلسطيني وام مصرية وكان في مدينة رفح الفلسطينية اللي سافر ليها مع والده في سنة 1995. كان بيتكلم مع بنته على التليفون عادي زي اي مكالمة يومية وبتطلب منه انه يجيب حاجاته وهو راجع البيت من بره، وفجأة غارة اسرائيلية بتضرب البيت وبتستشهد بنته اثناء حديثها معاه على التليفون. بيكلم بنته على التليفون والغارة حدثت وتم تدمير البيت وقتل البنت واختها. حادثة طبعا تدمي القلب، وبحط نفسي في مكان هذا الاب، يعني شيء لا يتحمله عقل على الاطلاق. الاستاذ حسام بريكة منورنا مره اخرى، اهلا بك يا فندم. تعازينا وتعازي كل المصريين لحضرتك، بنشد على ايديك وبندعو لك بالصبر والسلوان، ويعني الحقيقه مش لاقيين كلمات نقولها عزاء لحضرتك. اهلا بك معانا. اهلا بحضرتك واهلا بجميع المشاهدين والمستمعين في برنامج حضرتك الموقرين، وشكرا كثيرا على المقدمه الحلوه. والواحد يقول الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. كلنا في الأرض ملك رب العالمين، والحمد لله إن هم في حتة أحسن في الجنة، وربنا يعني يغفر لهم ويسكنهم الجنة ونحتسبهم من الشهداء إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين. هم إن شاء الله شهداء مع النبيين والصديقين والشهداء، وحضرتك أرجى أجرك في أعلى عليين بإذن الله، وأنت بطل من أبطال أهل غزة، ونصر الله قريب بإذن الله. من واجبنا توثيق هذه الشهادات للتاريخ حتى لا ننسى جرائم الغاشمة للعدوان الإسرائيلي الصهيوني التي لم يسبق لها مثيل، لم يسبق لها مثيل في وحشيتها. عذرا مني لو تحكي لي اللي حصل أكون شاكر فضلك، وهي محاولة توثيقية وليست نكأ للجراح. الحمد لله احنا يعني انا من سكان مدينة غزة. سابع يوم في الحرب جانا تهديد في المنطقة ان احنا نخلي المنطقة اللي احنا فيها. توجهنا على مدينة رفح اللي هو المفروض مكان امن للنازحين او اللي خرجوا من بيوتهم امنين. توجهنا في رفح يوم 23/10، كنت ساكن عند في بيت عديلي في رفح عند أخت مراتي، وللأسف البيت انقصف واستشهد فيه 43 واحد من أقرباء مراتي يعني وبناتي. 43 فرد يا فندم؟ 43 فرد من أسرة واحدة؟ 43 فرد أطفال ونساء فقط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، ما فيش تحذير جه حتى ليكوا؟ كان اليوم دوت بنتي كانت تكلمنا على التليفون، انا كنت تحت البيت فكان عايزين حاجات، فقلت لها شوف الناس اللي معاكي قد ايه عشان اروح اجيب لك يعني. وكان ابني رايح على البيت، داخل على البيت يعني يشوف اخواته، فنادهته عشان يشوف طلبوا منه الحاجة، وأنا لسه بكمل معاها. البيت انضرب، ويعني لونا ندهت ابني كمان، ابني ده رقم 2 اسمه وسام، لونا ندهته كان هو كمان مع ضمن الشهداء. يعني فرقت بينه وبين الضربة حوالي 10 ثواني. لا لا ما لحقتش يعني لأن آخر حاجة صوت بنتي يعني. طلعنا، كانت الضربة 2:00 العصر، طبعا ما فيش معدات وما فيش اي حاجه، طبعا كله بدائي. بدانا نحفر بايدينا، عماره من 4 ادوار وقعت، قعدنا نحفر بايدينا لغايه ما طلعت بنتي الساعه 8 بالليل. بنتي صابرين دي كانت في تانية هندسه في جامعه الازهر، ووديتها على المستشفى وكفناها وحطيتها في التلاجة، ورجعت تاني ادور على بنتي التانية اللي هي رماس، كانت في اولى ثانوي الله يرحمها. الله يرحمها. وقعدت ادور عليها لغايه تاني يوم الساعه 1 الظهر، واحنا طبعا صحيين يعني الحمد لله. الواحد احمد ربنا ان هم استشهدوا فكان احسن،
بس الواحد كان عايز يطلع بنته التانية يدفنها يعني. الحمد لله الحمد لله دفنت وربنا يصبرك، مهندس. يعني ما فيش كلام يتقال، لكن بنتعلم منك الآن، احنا كلنا بنتعلم منك الإرادة، بنتعلم منك الصبر، بنتعلم منك الوطنية يا أستاذ حسام. يعني ما فيش شيء أو كلمات ممكن تعزيك، ما حدش يعني، المفروض قوانين الحرب، القتلة السفاحين دول، قوانين الحرب بتقول انه في تحذيرات لازم تروح للبيت والاسر لو انت ناوي تعمل عمل عسكري، يخرج تديهم فرصه يخلوا اماكنهم. احنا بنشوف جرائم وحشيه غير مسبوقه في التاريخ كده. البيت لا فيه عسكر ولا فيه حماس ولا فيه فتح ولا فيه جهاد ولا فيه، ده مدنيين اطفال ونساء اللي استشهدوا كلهم اطفال ونساء. يعني احنا حتى الرجاله ما كناش بننام في البيت، احنا كنا في غرفه تحت البيت، اوضه تحت البيت في الشارع احنا الرجاله كنا بنقعد فيها، البيت بس كان فيه نساء واطفال. عملوا ايه؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ عملوا ايه؟ بس إرادة ربنا والحمد لله. الواحد بيشكر ربنا على كل حاجة، على السراء وضراء، وزي ما قلت لحضرتك لله ما أعطى ولله ما أخذ، ودي حكمة ربنا، ولازم نكون راضيين وحامدين وشاكرين. بس الفراق صعب، فراق صعب طبعا، قوي. فراق صعب للغايه ومحدش يقدر يتخيله. حتى لو قول، حتى لو احنا بنقول ان احنا يعني متعاطفين او حاسين بحضرتك، لكن طبعا الشعور اللي حضرتك فيه شيء لا يصدقه عقل. يعني انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه، الا انه ربنا يصبرك وان شاء الله تفرح ببقيه اولادك، وتكون الفرحه الكبيره يكون فيها قدر من عزاء بانتصار فلسطين وانتصار قطاع غزه. أنا بشكر حضرتك. وقفة الناس المحترمة اللي زي حضرتك، ووقفة الشعب المصري الجميل، ووقفة الحكومة. وأنا بطلب من السادة المشاهدين ضمن برنامج حضرتك يدعوا لبناتي بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم عرايس في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصبر حضرتك هم يدخلوا الجنة وتدخل أنت كمان الجنة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتعازينا مرة أخرى وتعازي كل المصريين. الأستاذ أنا متشكر. حسام بريكة أبو الشاهدتين. مرة أخرى جرائم الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني والشهادات الحية بنقدمها للعالم كله. إسرائيل بتواجه خطر الاتهام بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقبلها إدانة في قلوب كل المصريين وفي قلوب كل العرب. لن ننسى هذه الجرائم، لن ننسى هذه الجرائم ما حيينا، ولو نسيوا العرب لا تلومن إلا نفسكم.